فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد يوجد فيه قاعات للدراسة، فهل يجوز للحائض أن تجلس على الكراسي وتحضر الدروس في هذه القاعات؟ لا، ما كان داخل سور المسجد، ما كان داخل حائش المسجد لا تجلس فيه الحائض، لا للدراسة ولا لغيرها، حتى تطهر وتغتسل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.